في نهاية كل فصل بعد الامتحانات لا يوجد طلبة ونحضر إلى المدرسة ولا يوجد تدريس. فقسم المدير مع رئيس القسم الدوام إلى شفتات فأداهم يوم واحد في الأسبوع، مع العلم لو حضر تفتيش في المنطقة يرفع الغائب انقطاع أو إجازة، فهل هذا جائز؟ لا قطعا لا يجوز، هذا لا يجوز أن المدير ذاك سجل غياب، معناته أنه في شيء غلط، فلا يجوز لا يجوز. الأصل يداوم كل يوم، هذا الأصل، الأصل الدوام كل يوم، لكن ممكن يتساهل في الاستئذان مثلا يخرجون مبكرا أو كذا، أما أنهم ما يعملون ما يداومون يسجل حاضر هذا كذب وتزوير والعياذ بالله. هذا يعني يذكرني الآن في موضوع الآية التي قرأناها، كونوا قوامين بالقسط. قوامون بالقسط يعني ليس فقط يعني الذين يشهدون، في كل حياتنا نكون قوامين بالقسط، في كل حياتنا. يعني المعلم يجب عليه أن يكون قواما بالقسط مع تلاميذه، يعني يتقي الله في تلاميذه، ما يزيد هذا درجة وينقص هذا درجة، ما يعيد حق هذا الاختبار ولا يعيد للثاني الاختبار، أو يعامل هذا معاملة حسنة ويسيء المعاملة لآخر. هذا كله من عدم القيام بالقسط، هذا من عدم العدل. كذلك المدير، مدير المدرسة، أنت لا تحضر، أنت تحضر، أنت كذا، يعاملهم يفرق بينهم أو يخالف ما تعهد عليه من حفظ الأمانة التي هو عليها، كل هذا لا يجوز قطعا. وكذلك الأب مع أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا أيضا مطالب بالقسط بين أولاده، ولا يفرق بينهم، هذا من الظلم. وأيضا البائع الذي يبيع، الذي يماكسه ينزل معه السعر، المسترسل لا ينزل معه السعر، لا يجوز. يعني عندما أنا آتي وأشتري مثلا من سعدون، أعطني تلفونك، أقول بكم هذا تبيعه؟ قال بسبعين دينار، قلت تفضل هذه سبعين، وأخذت الهاتف ومشيت. في مشكلة؟ ما في مشكلة. لما يأتيه عمر يقول له بكم هذا؟ قال سبعين، قال لا غالي وكذا، قال ستين، لا نزل 59 ويبيع 55 مثلا، ما يجوز ما يجوز. الذي يماكس تنزل مع السعر، الذي يماكس ترفع مع، لا بد تكون الأسعار موحدة. شوف الآن المحلات، الجمعيات التعاونية مثلا، ما في مكاسر، خلاص هذا السعر، تبي اخذه، ما تبي خله. البائع هنا لا يجوز له أن يبيع الناس باختلاف، بحجة أن هذا ما كسني وهذا لم يماكس، هذا قال لي نزل نزل وهذا ما قال لي شيء، هذا لا يجوز. يجب أن تبيع الناس كلهم بدرجة واحدة، إلا إذا أنا بخصم لأنه قريبي، لأنه صديقي، أعطيه خصم خاص له، ليس لأنه ماكس ولكن لأنه قريب، أنا أخسر هذه أو على حساب ما أبي ربح زايد، هذا موضوع آخر. أما أني أعامل الناس الذي يسترسل في البيع أنزله، لا أنا أعطيه السعر واضح، والذي يماكس أنزل معه بالسعر، هذا لا يجوز. وكذلك العدل في المدير مع الذين تحته، رئيس القسم، المراقب، الموظفين، يعدل بينه، هذا أعطيه إجازة، هذا ما أعطيه إجازة، هذا أعطيه طارئة، هذا أعطيه الطارئة، كل هذا لا يجوز. يجب أن يكون العدل في كل حياتنا، في كل شيء، أن نتقي الله في هذا. الدكتور في الجامعة لما يرفع الدرجات مثلا، ما يصير أساوي اللي ما درس باللي درس، ماشي أرفع الجميع ماكو مشكلة، لكن ما يصير أرفع ناس على حساب ناس آخرين. يعني هذا درس وأخذ امتياز، هذا ما درس أخذ جيد، أروح أحط امتياز، أساوي بين الذي درس والذي لم يدرس، أين العدل؟ لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويعدل بين الناس جميعا، والله المستعان.